بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، هذا لقاء مبارك متجدد من برنامجنا روح المعاني، سنقف فيه مع آيات مباركات من سورة آل عمران. وسورة آل عمران سورة مدنية معدودة من السبع الطوال، وهي في السبع الطوال بعد سورة البقرة، وقد قرن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في حديث واحد، قال عليه السلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا يوم القيامة لأصحابه، اقرأوا الزهروين البقرة وسورة آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غايتان أو فرقان من طير صواف أو فرقان من طير صواف يحاجان عن أصحابهما. فيقال لسورة البقرة ولسورة آل عمران الزهروين. وحديثنا اليوم من هذه السورة المباركة عن قول الله جل وعلا فيها: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم، إلى ما بعدهن من الآيات. قول ربنا جل وعلا: إن الله اصطفى، أي اجتبى واختار، والاصطفاء منزلة عظيمة يقرب إليها بعض العباد، والله جل وعلا يقدم من يشاء بفضله ويؤخر من يشاء بعدله. ولما ذكر الله جل وعلا أقسام الناس في سورة الواقعة قال: والسابقون السابقون أولئك المقربون، ولم يقل المتقربون، أي جعلهم أنه هو الذي امتن عليهم وفضلهم بأن قربهم تبارك اسمه وجل ثناؤه. وهذا مندرج هنا في قول الله جل وعلا: إن الله اصطفى، أي اجتبى واختار، آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران. فأما آدم فهو نبي مكلم وهو أبو البشر سلام الله عليه. وكذلك قول الله جل وعلا نوح: فإن نوح أول الرسل الذين بعثهم الله جل وعلا إلى الأرض، وقد كان الناس قبله على ملة واحدة، ثم لما كان التغيير في المعتقد بعث الله الرسل. قال الله جل وعلا: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فهو على ما يظهر من القرآن والسنة أول رسول بعثه إلى الله جل وعلا إلى الأرض. أما السنة فكانت صريحة المعنى في هذا المقام، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث الشفاعة: فيأتون نوحا فيقولون: أنت أول رسول الله إلى الأرض. وأما القرآن فقد قال الله جل وعلا في سورة النساء: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فهذا ظاهره أن نوحا عليه السلام أول رسول أوحي إليه صلوات الله وسلامه عليه. قال ربنا: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران. وآل عمران مندرجون في آل إبراهيم، وإبراهيم هو خليل الله جل وعلا، من اصطفاه الله وجعل النبوة والكتاب فيه دون غيره. قال ربنا: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. وآل عمران وأحد علماء بني إسرائيل وصالحيهم، واصطفى الله جل وعلا آله كما سيأتي تفصيلا بعون الله تعالى. قال ربنا: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. وهذا من فيء الله تبارك وتعالى على هذه الأسر المباركة والبيوتات الصالحة التي عرفت الله جل وعلا حق المعرفة وعبدته تبارك اسمه وجل ثناؤه حق العبادة. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت، يوجد في القرآن إذا ويوجد في القرآن إذ، وكلاهما ظرف يحوي ما وقع فيه من الأحداث، أي أنه ظرف زمان، إلا أن إذا يكثر استعمالها في الشيء المستقبل، أما إذ فالشيء الذي قد مضى وقد كان. فأخبر الله جل وعلا هنا عن شيء قد مضى: إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررة. قال العلماء: كانت امرأة عمران أصلا لا تلد، فلما جلست ذات يوم تحت ظل شجرة ورأت
عصفورا يطعم صغاره حنت إلى الولد فسألت ربها جل وعلا الولد لحظ نفسها في المقام الأول، ثم لما حملت ومن الله جل وعلا عليها بإجابة الدعاء غلب عليها أن تتخلى عن حظ نفسها وأن يبقى الأمر كله لله، فقالت كما أخبر الله عنها: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. محررا بمعنى خالصا، أي أن هذا الحمل الذي في بطني لا أرجو منه ما ترجو النساء من الحمل، أن يحفظني في كبري وأن يبرني ويقوم بحقي، إنما أريده أن يكون خالصا لك. وقد غلب على ظنها أن الحمل ذكر، ولفرط رغبتها في أن يكون منها مولود، أن يكون منها مولود ذكر يقوم بالواجب في بيوت الله جل وعلا، نسيت مسألة الأنثى بالكلية، رغم أن أي حمل قابل لأن يكون ذكرا وقابل لأن يكون أنثى. قالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، ترجو ربها وتزدرف إلى خالقها وبارئها أن يكون هذا الحمل خالصا لله، أي في عاقبته ومآله ونفعه. قال الله جل وعلا: فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. ومن معاني هذه الآية الكريمة أن يعلم أن الحمل شاق، والله جل وعلا قال: وهنا على وهن، وقال: حملته كرها ووضعته كرها، وقال جل وعلا: فلما أثقلت دعوا الله ربهما. فالحمل ليس بالأمر الهين، ابتلى الله جل وعلا به بنات حواء. قال ربنا تبارك وتعالى: فلما وضعتها، أي وضعت المولودة، قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. ومعنى وليس الذكر كالأنثى أن الله جعل جل وعلا جعل للذكور خصائص وجعل للإناث خصائص، ونهى جل وعلا النساء أن يتمنين أن يكون رجالا، ونهى الرجال أن يتمنين أن يكون نساء، والله جل وعلا أعلم بخلقه. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، كما قال ربنا جل وعلا في سورة النساء: وليس الذكر كالأنثى. فأوجب الله جل وعلا على الرجال أمورا لم يوجبهن جل وعلا على النساء، وأوجب على النساء أمورا لم يوجبهن جل وعلا على الرجال. وفي الجملة فإن المرأة أقل حظا من الرجل لنقصان عقلها ودينها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النقصان في العقل والدين ليس بضارها شيئا في مسألة الأجور. قال الله تبارك وتعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، لكن الكمال في النساء عزيز. قال عليه السلام دون أن يحدد ويسمي للكثرة: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء، وعد نساء مفردات صلوات الله وسلامه عليه. قال في آخره: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وذكر قبل ذلك خديجة بنت خويلد وآسيا بنت مزاحم. هنا قال الله جل وعلا: وليس الذكر كالأنثى، وإني، والكلام لحنة امرأة عمران، وإني سميتها، أي المولودة، مريم. ومريم في اللغة العبرية بمعنى خادمة الرب، والمعنى أنها لما لم يكن بيدها أن يكون المولود ذكرا، وهذا أمر قد فات وقضي، فأحبت أن تعوض ذلك ولو بشيء يشعرها أنها قدمت شيئا لله، فسمت ابنتها خادمة الرب تعويضا بالاسم عما فات من أن يكون المولود ذكرا. ولله الحكمة البالغة والمشيئة النافذة. قال ربنا جل وعلا: وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فلجأت إلى ربها جل وعلا أن يحمي هذه الفتاة وأن يحمي ذريتها من الشيطان الرجيم. ولم يكن يدر بخلد حنة أن مريم لن تنجب إلا عيسى، كانت تظنها أنها امرأة كسائر النساء وأنها فتاة كسائر الفتيات، ولهذا قالت: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. الاستعاذة بالله جل وعلا مطلب عظيم وموئل كريم وحصن، وأي حصن، والله جل وعلا يأوي من آوى إليه ويكفي من لجأ إليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. قال ربنا تباركت أسماؤه وجل ثناؤه هنا: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. ولهذا كل مولود يستهل صارخا إلا عيسى ابن مريم، استجاب الله جل وعلا دعوة
أمه أي جدته دعوته، استجاب الله جل وعلا دعوتها، فلم يكن للشيطان عليه سبيل أن ينزغه، فما استهل صارخا سلام عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. مات عمران قبل أن تنشأ مريم، قبل أن تنهض بنفسها، قبل أن تقوم بحقها، مما اضطر أمها أن تبحث لها إلى من يكفلها. فكان عمران صالحا في بني إسرائيل، فما من أحد من أهل القدرة من بني إسرائيل إلا أحب أن يسهم بأن يكفل مريم ويقدم شيئا لذلك العبد الصالح، مما دعاهم إلى أن يقترعوا ويستهموا. قال الله جل وعلا: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. فكانت السهام قد ضربت ووقعت، فنال حظ كفالتها زكريا عليه السلام، وهو زوج امرأة هي أخت حنة، أي أصبح زوجا لخالة مريم عليه السلام. فقال الله جل وعلا: وكفلها زكريا، وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل جاء ذكره في القرآن كثيرا، وكفلها زكريا. ثم قال الله جل وعلا عن حادثة رآها زكريا بين عينيه، ذلك أن مريم عليه السلام لما شبت وبلغت مبلغا تقوم به بنفسها، وكان زكريا ما زال يقوم بكفالتها، كانت قد اتخذت محرابا في صدر بيتها تعبد الله جل وعلا فيه وتنقطع فيه إلى العبادة، سواء كان ذلك في البيت أو كان ذلك في المسجد. لكن زكريا كان يلحظ أنه كلما مر عليها ودخل عليها جاءها زائرا متفقدا لأحوالها، باعتباره قد قام بكفالتها يجد عندها طعاما، وهو يعلم أن هذا الطعام لم يبعثه ولم يأذن به، مما يجعله يخشى عليها من الريبة ومواطن الشبهات. فما كان منه إلا أن سألها براءة للذمة وإيضاحا للمحجة وإقامة للحجة، والناس لو اعتمدوا على الوضوح فيما بينهم لنالوا خيرا كثيرا، أما أن يترك الأمر الصغير حتى يكبر والقليل حتى يكثر، هذا كله لا يجدي بعد ذلك بصلاح الأمور، يتسع الخرق على الراقع. لكن زكريا هنا لجأ إلى المكاشفة والمصارحة مع مريم عليه السلام، فقال لها كما أخبر رب العالمين: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم، يسألها بعد أن نادعها: أنى لك هذا؟ من أين يأتيك هذا الرزق؟ من الذي يأذن به؟ من الذي يسوقه إليك؟ فقالت، وهي تعرف أن زكريا يعرف عظمة الله وقدرته، قالت: هو من عند الله. ثم ذيلت كلامها بقولها: إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. لم يتردد زكريا في قبول هذا القول والدعوة من مريم لأمرين: أولا ما علمه زكريا من عظيم قدرة الله، والأمر الثاني ما علمه زكريا من براءة مريم وعفتها وطهارتها وعبوديتها. ولا ريب أن القائل له أثر في قوله، والمتكلم له أثر في كلامه، والقائم بالأشياء له أثر في فعله، والناس يأخذون بالقرائن وحق لهم، ومتى أخذ الإنسان بالقرائن فقد برئت الذمة وقامت الحجة ولا سبيل لنا عليه. ألا ترى إلى قول ذلك الشاهد في قضية يوسف عليه السلام: وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلجأ إلى القرائن الظاهرة فأخذوا بها واحتكموا إليها، فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. فالأخذ بالقرائن لا تثريب فيه ولا حرج، وزكريا تبين له من سيرة مريم واعتكافها وخلوصها إلى العبادة ورغبتها فيما عند الله، تبين له صلاحها وأنها امرأة عفيفة طاهرة بريئة. فلما أخبرته بهذا الخبر وقالت له هو من عند الله، وذيلت كلامها: إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، قبل كلامها. والرزق بيد الله جل وعلا، والرزق نوعان: رزق تقوم به حياة الأجساد، وهو ما يطعمه الإنسان وما يشربه. قال الله جل وعلا: وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وقال الله تبارك وتعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. وقال ربنا: ما أريد منهم من رزق
رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ورزق تقوم به حياة الأرواح وهو رزق العلم والوحي والإيمان الذي ينشأ به العبد. قال الله جل وعلا: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فمن أعظم العطايا الإلهية والمنح الربانية أن يرزق العبد نورا يمشي به في الناس. وهذا من مما أثنى الله به جل وعلا من العطايا في كتابه العظيم. ورزق ادخره الله جل وعلا للعباد الصالحين يوم القيامة في الجنة. قال الله جل وعلا عن نعيم أهل طاعته: قد أحسن الله له رزقا. وقال الله جل وعلا: كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. فثمة رزق في الدنيا وثمة رزق في الآخرة. نسأل الله جل وعلا خيري الدارين. قال ربنا جل وعلا هنا: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قال أصدق القائلين بعدها: هنالك. لما تبين له الأمر وذكر بحاله وكان لم قد بلغ من الكبر عتيا، هنالك دعا زكريا ربه. فالذي دعا زكريا، والمدعو المرجو هو الله جل جلاله. قال الله جل وعلا: هنالك دعا زكريا ربه. لم يأتي في آل عمران تفصيل لهيئة ذلك الدعاء، لكنه جاء مفصلا في سورة مريم: كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. فدعا الله جل وعلا في مكان خلي بصوت خفي، كما قال الله، وقلب تقي، كما قال الله جل وعلا: إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني واهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. وهذا قوله عليه السلام في دعائه: ولم أكن بدعائك ربي شقيا، أي أنك عودتني على أن تعطيني سؤلي وأنعمت علي ظاهرا وباطنا، فأنت ولي نعمتي وأنت ملاذي عند كربتي، فلا تجعلني بعد ذلك شقيا بدعوتك، أحرم خيرك. والإنسان إذا تفقد حاله فيما مضى من الأيام علم على أي حال كان عظيم نعمة الله جل وعلا. من رأى في المعايب التي سترها الله والمناقب التي أظهرها الله والرزق الذي ساقه الله والعافية التي آتانا الله إياها، علم أي رزق آتاه الله إياه وأي نعم وأفضال لربنا تبارك وتعالى عليه. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ولا ريب أن الله جل وعلا يسمع الأصوات وإن خفيت، ويعلم اللغات وإن اختلفت، ويقضي الحوائج وإن عظمت، ويغفر الزلات وإن كثرت، ويجيب الدعوات وإن توالت وألح صاحبها. وهذا كله لا يقدر عليه إلا الله. قال ربنا جل وعلا في دعاء زكريا: هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنزلت الملائكة بالبشارة تنادي زكريا بها. قال ربنا: فنادته، أي زكريا، الملائكة، أي بعض من الملائكة، فنادته الملائكة أي وهو قائم يصلي في المحراب. إن فرج الله قريب لا محالة، وما في يد الله أوثق من نحن أوثق فيه به مما في أيدينا أو مما في أيدي الناس. قال الله جل وعلا: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. وهذا الذي ينبغي للعاقل أن يفطن إليه، وهو أن البشارة ستأتيك، لكن على أي حال ستكون أنت إذا جاءتك البشارة؟ على أي حال ستكون أنت إذا تلقيت نعمة الله جل وعلا؟ وأنبياء الله إنما يعرفون ومواطن بقائهم هي الأماكن التي يعبدون الله جل وعلا فيها. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. بما نادته جاءت الجملة مفسرة أن الله يبشرك بيحيى، وهذا اسمه، وهذا الاسم دل القرآن في سورة أخرى هي سورة مريم على أن الله جل وعلا هو الذي سماه، لم نجعل له من قبل سميا. قال الله جل وعلا: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله. ما الكلمة من الله؟
عيسى ابن مريم عليه السلام أن عيسى سيكون ويصدق به يحيى ويؤمن به رغم أنه نبي مثله وكلاهما ابن خاله بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، وكلهن على الصواب مناقب آتاها الله جل وعلا هذا النبي والعبد المبارك يحيى بن زكريا عليه السلام. تعجب زكريا رغم أنه هو الذي دعا ورغم أنه هو من أعلم الخلق بقدرة الله، لكن العبد مهما علا وسما تغلب عليه بشريته. قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، فإن الأسباب التي بها يكون الولد منتفية عني فأنا قد طعنت في السن والزوجة عاقر عقيم وامرأتي عاقر. قال له ربه قال كذلك يفعل الله ما يشاء. قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. فلله جل وعلا الحجة البالغة والنعم السابقة، وليعلم أن الله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. هو تبارك اسمه وجل ثناؤه من رد موسى إلى أمه وأرجع يوسف إلى أبيه وجمع ليعقوب بنيه وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم ومنع الحوت أن يعشم عظما أو يأكل لحما ليونس ونصر نبيه وصاحبه في الغار وكشف عن أيوب ضره، فهو تبارك وتعالى أرحم الراحمين وخير الغافرين ورب العالمين وأعظم القادرين. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. أحب زكريا أن ينال آية يعيش بها إلى أن يكون ذلك الموهوب. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، أنت سوي الخلقة لا عهد تعتريك ومع ذلك تمتنع ولا تقدر على الكلام مع الناس إلا عن طريق الإشارة إلا رمزا. قال الله جل وعلا في مريم قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، فسوية حال من زكريا لا من 3 أيام لا من 3 ليالي، يعني وأنت سوي الخلقة ومع ذلك لا تكلمهم. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. ومع هذا يبقى ذكر الله جل وعلا أنس السرائر وحياة الضمائر وأقوى الذخائر. فقال له ربه تبارك اسمه وجل ثناؤه واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، والتسبيح من أعظم وأجل العبادات. قال صلى الله عليه وسلم لما حضرت نوحا الوفاة جمع بنيه فقال أي بني إني موصيكم باثنتين وأنهاكم عن 2، أوصيكم بلا إله إلا الله فإن السماوات 7 والأراضين 7 لو كن كحلقة مفرغة لقصمتهن لا إله إلا الله، وأوصيكم بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق وأنهاكم عن الشرك والكبر نعود هنا إلى قول الله تبارك وتعالى عن عبده زكريا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. هذا ما كان من أمر زكريا عليه السلام بعد قول الله جل وعلا إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ثم عاد السياق القرآني يتحدث عن الصديقة مريم عليه السلام، والله جل وعلا سمى مريم في القرآن صديقة. قال الله جل وعلا عنها بعد أن ذكر ابنها قال وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، فهي صديقة وأي صديقة عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا هنا بعد ذلك واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، فهذا يدل على رفيع درجتها وعلو مقامها بأن الله جل وعلا اصطفاها، والآية صريحة على أن الله جل وعلا اصطفاها على نساء العالمين.
أن الله جل وعلا اصطفاها على نساء العالمين وجعلها امرأة ذات سيادة وامرأة ذات آية عظيمة في الناس. قال ربنا وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. وهذه البشارة العظيمة حملتها الملائكة لتبلغها مريم عن ربها: إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. دلتها الملائكة على العبادة، والقنوت لا يعرف إلا أنه طول القراءة في الصلاة. القنوت من أعظم معانيه أنه طول القراءة في الصلاة. قال ربنا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ويأتي القنوت بمعنى الخضوع، ومنه قول الله جل وعلا: وكل له قانتون. ومنه قول الله تبارك وتعالى: وكل له قانتون. أما القنوت هنا فهو طول القراءة في الصلاة، وهو أفضل أحوال العبد، أن يقف العبد بين يدي ربه رجلا كان أو امرأة، عبدا كان أو أمة، يقف بين يدي ربه جل وعلا يقرأ القرآن ويناجي الله جل وعلا بآياته. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فقال الله جل وعلا هنا: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ثم قال الله تبارك وتعالى لنبيه يخبره أن هذه الأمور غيبية بالنسبة له، ما كان له أن يعلمها لولا أن علمه الله جل وعلا إياها: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم، أي يا محمد، إذ يلقون أقلامهم أي السهام أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. فهذا كله أخبر الله جل وعلا به نبيه، والغيب الذي أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم وأطلعه الله جل وعلا عليه يمكن تقسيمه إلى أحوال: غيب عن الأمم السابقة والأحوال الغابرة والقرون الخالية، كقوله صلى الله عليه وسلم عن أهل الكهف وعن نبأ يوسف وإخوته وعن قوم نوح وكل من مضى من تلكم الأمم، هذا من أخبار الأمم الغابرة والأيام الخالية. وغيب أخبر عنه صلى الله عليه وسلم ووقع ذلكم الغيب في حياته، ووقع ذلكم الغيب في حياته صلوات الله وسلامه عليه، كإخباري صلوات الله وسلامه عليه أن قريشا سيهزمون الجمع، سيهزم جمعهم ويولون الدبر، فوقع هذا يوم بدر. وخبر وقع بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كقوله عليه الصلاة والسلام لأحد: أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فمات الفاروق وعثمان رضي الله عنه شهيدين كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن بيت المقدس سيفتح وفتح. وغيب أخبر عنه صلى الله عليه وسلم ولم يقع بعد وسيقع لا محالة، وغيب أخبر عنه نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يقع بعد وسيقع لا محالة، كإخباره صلى الله عليه وسلم بخروج الدجال وظهور المهدي ونزول عيسى بن مريم، وكل ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من الجنة والنار وما يكون قبلهما، كل ذلك من الغيب الذي سيقع لا محالة، لأنه صلى الله عليه وسلم صادق فيما يقول، مصدوق فيما يقال له من الوحي صلوات الله وسلامه عليه. قال الله جل وعلا: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، يتنازعون الشرف في أن يكفلوا مريم ابنة عمران. ثم قال الله جل وعلا بعدها: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين. هذا الأمر بشارة لها أن سيكون منها عبد صالح، إن الله يبشرك بكلمة منه، والمعنى أنه يحمل بكلمة من الله. وهذه الكلمة حملها جبرائيل عليه السلام، وبعض أهل العلم يقول، وأظن هذا من الحق الكبير، أن الله جل وعلا لما مسح على ظهر آدم عليه السلام أخرج منه كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة. فهذا ماذا؟ هذا عالم الأرواح. فاستبقى الله جل وعلا روح عيسى بن مريم عنده، فلما أراد الله جل وعلا أن يولد عيسى بن مريم أعطي جبرائيل هذه النسمة، هذه الروح،
فأودعها بنفخة منه وبكلمة من الله، أودعها من أودعها رحم مريم ابنة عمران، فكان حمل عيسى ابن مريم عليه السلام، وكان حمل عيسى عليه السلام من قبل مريم. فقال الله جل وعلا: إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا. وأنت ترى إلى اليوم أي وجاهة لعيسى ابن مريم عليه السلام، حتى بلغ أن النصارى عبدوه من دون الله عياذا بالله من ذلك، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، وهو من أعظم المقربين، بل إنه من أولي العزم من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأولي العزم من الرسل خمسة، قال الله جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والنبيين من بعده وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقد قال القائل: أولي العزم نوح والخليل الممجد موسى وعيسى والحبيب محمد. أولي العزم نوح والخليل الممجد موسى وعيسى والحبيب محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد. وهذه خصيصة ومعجزة وآية أعطاها الله جل وعلا عيسى ابن مريم، فإن أمه لما حملته إلى قومها بعد أن منعها الله جل وعلا أن تتكلم: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ومعنى إني نذرت للرحمن صوما أن الإنسان العاقل لا يخاطب من جهل، ممن يغلب على الظن أنه لا يفقه عنك ماذا تقول، فلا حاجة إلى أن تبلغه كلاما أو تبلغه أمرا تريد أن تفقهه إياه. متى يبلغ البنيان يوما تماما؟ إن كنت تبنيه وغيرك يحجم وغيرك يهدم، وإن سفاها منك أن تعلم جاهلا فيحسب جهلا أنه منك أعلم. فلما أتت به قومها ظنوا بها السوء: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، لم تتكلم استجابة لأمر الله. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ فأنطقه الله جل وعلا في مهده، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. هذا ما قاله عيسى ابن مريم في مهده يوم أن بشر الله جل وعلا عيسى، بشر الله مريم من قبل بأن عيسى سيتكلم في مهده. قال الله تبارك اسمه وجل ثناؤه: ويكلم الناس في المهد. ثم قال: وكهلا. لم جيء بكلمة كهل؟ الكهل من وقطه الشيب بعد الثلاثين بقليل. ويكلم الناس في المهد وكهلا، غالبا من يكون آية يموت لا يعمر، لكن الله جل وعلا أراد أن يطمئنها أنه لا يقع منه معجزة في صغره ثم يقع منه شيء خارق للعادات وكلام للناس بلسانهم رغم أنه في مهده. فغالب الظن أن مثل هذا لا يعيش لا يحيا، إنما يكون فرحة ثم تنقضي. فطمأنها الله جل وعلا: ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت: ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، لم أرزق بزوج حتى يكون لي ولد. لكن جاءت الإشارة من قبل: اسمه المسيح عيسى بن مريم، مما يبين أن لا زوج لها، أنه لن يكون له أن يكون أن لا يكون لها زوج، لأن الله نسبه إليه، نسبه إليها. إن الله يبشرك بكلمة من اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت: رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. قال: كذلك الله يخلق ما يشاء. عبر هنا بالفعل يخلق، وعبر في قول زكريا بالفعل يفعل، وفي التعبير بالخلق أبلغ لمناسبته للحال، لأن خبر زكريا يوجد زوج ويوجد زوجة، لكن الأسباب غير عاملة. فالقضية كلها في أن جعل الموانع تنتفي والأسباب تعمل. أما في خبر مريم فلا يوجد أصلا زوج، فعبر عنه بقوله جل ذكره: يخلق ما يشاء، لأن الأمر أعظم وأجل. ثم بين جل وعلا عظيم قدرته وجليل سلطانه وبديع حكمته.